في مصر منحت كلية التجارة بجامعة عين شمس الباحث اليمني عبد الله محمد علي العصيمي درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عن رسالته المرسومة بعنوان دور السياسة المالية في التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالجمهورية اليمنية. وقد أشادت لجنة الإشراف والمناقشة بمضمون الرسالة التي حاولت تحديد دور السياسة المالية باليمن في دفع عجلة التنمية المستدامة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء استراتيجية سياسية مالية ناجحة في البلاد كأهم مطلب لأفراد المجتمع. قامت اللجنة ببحث ومناقشة الباحث في موضوع الرسالة والنتائج التي حصل عليها ومناقشة الأسس العلمية التي قام عليها البحث، وبذلك تقرر اللجنة أن الباحث ألم بالأسس العلمية التي قام عليها البحث والمواد الأساسية المرتبطة به، وبذلك تقترح اللجنة بعد فحص ومناقشة الرسالة منح الباحث درجة دكتور الفلسفة في الاقتصاد من كلية التجارة جامعة عين شمس.